تحياتي لك أمجد وكذلك للضيوف في الاستديو التحليلي. الوحدات يسجل التعادل الثاني له في مشواره في مرحلة الذهاب بعد التعادل الذي حصل معه أمام الجليل. الحديث أكثر مع الكابتن دانيال عفاني. يعطيك العافية كابتن. الوحدات يخسر اليوم نقطتين مهمتين بعد ما خسر أمام الجليل كذلك، وتعرف أنت فرق لا تبحث عن صدارة، وعندما تخسر نقطتين أمام هذه الفرق ممكن أن تكون مهمة جدا للبحث والتزاحم مع الحسين كذلك مع الفيصلي على الصدارة. وليش بسم الله الرحمن الرحيم بحكي هارد لك لنا، احنا بالنسبة لنا هاي خسارة، بس احنا كلاعيبة أدينا لعين جوا الملعب، الواحد لعب عن اثنين بس خلاص، توفيق من ربنا، والمباريات زي ما انت عارف فوز وخسارة وتعادل، بس يعني أدينا اللي علينا بس ما توفقناش والحمد لله. يعني جمهور الوحدات أنت تعلم دانيال، جمهور الوحدات دائما بده فوز، خاصة مع فرق مع الاحترام والتقدير، ولكن فرق دائما تبحث عن الثبات. أنت بتواجه فرق تبحث عن ثبات ولا تبحث عن تتويج بلقب. أول شيء صح أنت بتحكي، جمهور نادي الوحدات دائما يبحث عن الفوز، ولاعيبة نادي الوحدات دائما ما برضو غير في البطولات، وإحنا لما ننزل نلعب ننزل بس نفوز، ما بنكون حاسبين حسبة غيرها، بس هي توفيق أول عن آخر، وفريق العقبة فريق كويس. لكن دانيال أنت كلاعب مثلا متأخر، شو اللي شاهدته خلال نظرتك؟ تكون عينك أكيد عندك اتساع أنك تشوف الفريق، شو كان الأخطاء المتواجدة؟ شوف كرة القدم أخطاء، بس يعني أنا أول عن آخر لاعب، يعني أديت اللي علي، بس خلاص يعني زي ما قلت لك هيك المباريات، فالنصيب يعني الحمد لله. يعطيك العافية إن شاء الله منعوضها في الجيات. يعطيك العافية كنت. شكرا لك. مع الكابتن عمر السريوة من الشباب العقب. يعطيك العافية كابتن. الله يعافيك كابتن. أول شيء إحنا كلنا في القلب غصة على اللي بيصير في إخواننا في غزة، وإحنا من نشهد لهم كل العون ونتمنى لهم يا رب النصر من عنده أول شيء. ثاني شيء الحمد لله يعني كانت مباراة جميلة، الفريقين أدوا مباراة جميلة، ولكن يعني إحنا والله كنا بنطمح، لا والله إحنا كنا بنطمح بالفوز، ويعني إحنا آخر الدقائق شفت إحنا أن كم من انفراد ضيعناهم، ويعني كان في تسرع شوي باب المرمى، واحنا يعني اكيد نادي الوحدات نادي كبير، نادي بطولات، يعني نادي بينافس على الدوري، واحنا زي ما انت عارف احنا بننافس على مراكز الوسط، واحنا يعني هاي النقطه كنا بحاجه لها في ظل الظروف اللي احنا بنعاني منها كفريق. ظروفكم العقبه بتعانوا من ظروف، اكيد يعني اكيد كل الانديه بتعاني، احنا بالضبط احنا بنعاني من ظروف بسبب اول شيء احنا السنه الماضيه الفريق ظل زي ما هو، وفي عنا لعيبة العط وما فتحنا باب القيد، يعني ما عززنا الصفوف، عنا محترفنا الجزائري رواح الجزائر، وفي عنا نقص في شوي، يعني عنا كم من لاعب إصابات، فهاي إشي بضعف شوي من الخيارات الفنية عند الكابتن، وزي ما أنت شايف يعني حتى على مستوى التبديلات اللاعب المحترف الكولومبي انصاب آخر دقيقة وإحنا مش قادرين نبدل، يعني احترامي لإخواني اللاعبين كلهم على سوية عالية، بس هاي الأشياء بتضعف شوي من خياراتنا الفنية، وهذا يعني كل الشكر للكباتن على الأداء اللي بيعملوني. أكيد بيحاولوا يجتهدوا ويسدوا الثغرات الموجودة. سهل رياضية صحيح. وأحمد أنا وأحمد وأسامة وعبد العزيز أحمد السريوة أكيد يعني كظاهرة مش أول مرة. لا قبل المباراة، معلش سؤال، قبل المباراة مثلا أكيد. بتكون بهيك تحدث أكيد هو رن علي حتى ناسي كسارته وجبت له إياها على محلك ما بجيب له، لا لازم أجيب له أخوي هذا قبل كل شيء، يعني إحنا عنا العائلة قبل كل شيء. نعم احنا بالبيت ما بنجيب سيرة الرياضة، ما عندنا أي شيء. أكيد الله يسعدك حبيبي، شكرا لك ويعطيكم العافية. السلام عليكم.